عشيه انتخابات الانفصاليين في شرق اوكرانيا والتي تهدد بتكريس خساره كييف لهذه المناطق المواليه لروسيا، بات اجراء الاقتراع في المناطق الانفصاليه نقطه احتكاك كبيره بين حكومه كييف والبلدان الغربيه من جهه وموسكو والمتمردين من جهه ثانيه. السلطات الانفصالية في دونيسك أعلنت إمكانية التصويت عبر الإنترنت والحق في التصويت ابتداء من عمر 16 عاما. المرشحون يدافعون عن الخط ذاته وهو الاستقلال عن أوكرانيا والتقارب مع روسيا. زعيم الانفصاليين دينيس بوشيلين يقول: إذا نجحنا في التخلص من الفساد والنفوذ، وإذا تمكنا من الاستثمار في كل هذه الموارد المالية من أجل تحديث الصناعات، فإننا سنجد من موارد الفوائد الاجتماعية والمعاشات التقاعدية. مراكز الاقتراع في شرق أوكرانيا تتفتح أبوابها أمام الناخبين هذا الأحد لانتخاب برلمانها ورئيسها في اقتراع تدعمه موسكو فيما تعارضه كييف والغرب. يقول هذا الأستاذ: أعتقد أن الانتخابات تنتهي بنتيجة الاستقلال، استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية. نحن نحاول بذل قصارى جهدنا لجعل هذه الانتخابات ممكنة، وكما ترون نحن نحضر هذا المكان ليتمكن الناس من الاختيار الصحيح. موفد يورونيوز سيرجيو كانتوني يقول: هذه الانتخابات تجرى رغم خلفية إصداء الحرب على الرغم من وقف إطلاق النار. الانتخابات هي أيضا إشارة ضخمة من إدارة جمهورية دونيتسك الشعبية للابتعاد عن سياسة حكومة كييف. del governo di Kiev. Sergio Cantone, Euronews, Donetsk.